ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.